المغربي لافوكا فرحانين بيك. راس لافوكا تحية ليه. مبروك علينا اخويا الفوز هذا وتنهديو صاحب الجلاله الله ينصرو ان شاء الله محمد السادس وتحيه المكناس ان شاء الله وديما المغرب وعاش الملك وديما المغرب ان شاء الله وديما مربوحه واللي تلاقينا مع لا المر ولا السبليون ديما مربوحه ان شاء الله وعلينا وعلينا وديما المغرب ان شاء الله ديما المغرب ديما المغرب ديما المغرب. السلام عليكم. مبروك المنتخب الوطني. مبروك ديما المغرب ديما المغرب ديما المغرب ديما المغرب مروكو بيبي. اش حدايا يوسف اجي حدايا. السلام عليكم. حنا خويا فرحانين بالتأهل الدور الثاني ديما المغرب. الكلمة اللي غنقول لك للمنتخب المغربي هو قدم مباراة جيدة اليوم. كنشكروا جميع اللاعبين وجميع المكونات ديال المنتخب المغربي من رئيسهم الفوزي القجاع ووليد الركراكي اللي عطانا هاد اللاعبين قويين ان شاء الله في هذا المنتخب وغادي دائما غادي نلعبوا على الحدود ديالنا الدار. المغرب فاز والله الا مشينا للدور الثاني والله ديما مغاربه كنا مغاربه والله العالي مغاربه ديما مغاربه تعال فيف لو ماروك تري بيان بيان جوي. مبروك مبروك على المغرب يلا مبروك الحمد لله وهذا الفوز كنهديوه للمغاربه كامل ديما مغرب ديما مغرب ولا وديما مغرب واه الكاس قبل الكاس قبل الكاس يلا سيدي هنيئا لنا بعد هذا الحدث وهذا الربح اللي ربحنا اللي تيتهدى للمغاربه كاملين وزيدنا وما كتبش الله هذا الصباح كنا غادي الطائره ديال هذا الصباح ولا البارح ما كتبش الله الله غادي نمشيو لقطر فهنيئا للمغاربه كاملين وشكرا لوسلا نيوز لان تابع متابعه الاحداث على حقها وطريقها فهنيئا للجميع وتنشكركم مزيد من التعلق للقناه ديالكم لانكم متابعين الاحداث وشوف هذه الفرحه ديال المكانسه كاملين اللي دور لها الله يخليكم تشوف وهذا هو اللي غنقول لك السي صابر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نادي بمدينه مكه مشجع المغرب وتبارك الله على المغرب ديالنا الربح واخا الاربيط ضيعنا شويه ماشي مشكل ولكن الحمد لله فرحنا والحمد لله بجوج لواحد والحمد لله اللعيبيه فرحه الشعب المغربي كامل فرحان من 86 ما شفنا هاد انا ما كنظنش ان زعما المغاربه غيعيشوا هاد الشيء مره اخرى شي حياه اخرى واقيلا الله اعلم وشكرا بزاف وحنا فخورين بالمغاربه واه مبروك علينا والتحيه للماء اولاد مكناس ولا اي حومه في مكناس مبروك عليهم اقوى المدرب الركراكي بوفال بوفال شكروا الركراكي على هذا المباراه الاها ولا المغرب حمد الله حمد الله حمد الله انت زينك هذا رايح تحيه لبوفال من براهيم براهيم المنتخب الوطني كنا حنا فريقين اليوم واحد حنا كبيره وحنا المغرب الحمد لله اليوم المنتخب الوطني لعب واحد الصفر كبير لعب واحد كبيره الحمد لله عرف انه ديال
الدور الثاني فهذا هو الاهم. كنتسناو ان شاء الله غادي ان شاء الله ربي الجزاء المنتخب الوطني ان شاء الله غادي يمكن انه ينتصر ويوصل يعني لكاس النهائي ولما لا النهائي او لما لا نحلموا اكثر ان شاء الله في كاس العالم. فهذا هو اليوم فرحانين حتى المغرب بعدا فرحنا كنتسناو حاجه وحده شنو هي اولين ديال الكوديم والمسؤولين ديال المكلات يديروا المسؤوليه. لا بغينا هاد الفرقه هادي طلعوا نشوفوا منهم ونرسم ان شاء الله اولا السلام عليكم. احنا اليوم جد فخورين ببلادنا الحبيب بالمملكه المغربيه وجد فخورين بالمنتخب ديالنا الحبيب. اليوم بصراحه واحد الاداء اللي هو كبير وكبير بزاف اللي ما شفناهش من 86. فكنتمنوا التوفيق لمنتخبنا في الدورات الماجيه ويكون ان شاء الله في اداء افضل ان شاء الله. وديما مغرب وعسى الملك. تحياتي با خويا. ديما مغرب الدراري ديالنا لعبوا داروا المجهود ديالهم تبارك الله عليهم. وديما مغرب تال ديما المغرب تال فرحانين بهذا الفوز ديال المنتخب الوطني وتنعدوا هذا الفوز للجاليه والناس اللي في قطر. وشكرا بزاف ونتمنوا ندوزوا في العطاء. السلام عليكم. اليوم حنا فرحانين بالتعود ديال المغرب الفريق الوطني وحنا كنساندوه بكل القوه ديالنا وجميع الشعب المغربي والمكناسي بالخصوص كله مساند الفريق الوطني. المباراة المقبلة إن شاء الله كنتمنى الفريق الوطني ديالنا يتأهل وحنا مدعمين.